مش هتصدق اللي الأم عملته في طفلتها 3 سنوات. الأم اللي تجردت من كل معاني الإنسانية والأمومة والرحمة وتنزعت الأمومة من قلبها بمساعدة آخر تدعي أنه زوجها. الآن بعد الانفصال بين الأم والأب، طبعا الأب جالس معانا هيحكي لنا تفاصيل مش هتتخيلوها وإيه اللي حصل بالظبط في إحدى قرى السنبلاوين. السلام عليكم. مرحبا بحضرتك يا فندم. قضية صعبة مفيش قلب أي بشر يقدر يستعملها. احكي لي إيه اللي حصل بالظبط. والله أنا يوم الجمعة اللي فاتت دعيت. تعرفني بحضرتك في البداية؟ والله أنا اسمع عبد البديع محمد سعد من طنبول الكبرى. يوم الجمعة اللي فاتت ديت رحت أجيب بنتي. اتصلوا عليا قالوا تعالى خد بنتك. رحت أجيب بنتي من عند قالت تعالى خدها من عند أختي. رحت اجيبها من عند اختها، يا سابت البت ومشيت وادت لها الهدوم بتاعتها وقاعد بقول لها خد يا مكه، جامت مكه جايه جاري. ببص ما كنتش لسه شفت مكه، ببص على مكه على وش مكه لقيت وش كلها ازرق ومتعوره. مين اللي عورك كده يا مكه؟ قالت محمد. وعورك فين تاني؟ قالت حتت حساسه ما اقدرش انا وفي رجليها وكشفت لك عن جسمها وشفت بالفعل اثار التعذيب في الاجزاء الحساسه من جسدها. تمام. وبالولاعه وفي دماغها برضه وارم وكده يعني كذا كذا خبطه، يطلع 3 خبطات في المخ. خدت بنتي وطلعت على المركز انا والابله هاجر. عملنا محضر وهم جابوا بالواجب بسم الله ما شاء الله. جابوهم في يوم ساعتها. هذا اللي حصل. انت بعد ما شفت بنتك بالمنظر ده انت بكيت، قلت لها انا اتأثرت وبكيت. تمام. فيش ام تعمل في ضناها كده. انت طلعت على اسم الشرطة. تمام. احكي لي بقى ردود افعال اسم الشرطة عليك هم كانوا بيسألوا مكة بسم الله ما شاء الله عندها 3 سنين بس وعي. هي كانت بتقول لهم محمد دول ضربني بالسكينة ولسعني بالولاعة وماما معايا مكة تقول لهم ماما كانت معايا. الام في الحال ده هل كانت بتعذب مع زوجها او اللي بتدعي ان هو زوجها، ولا كانت بتقف تتفرج ورافضه التدخل؟ عايز اعرف موقف الام لان انا مستغربه. انا والله ما اعرف ما اعرفش الحته دي. انا بقول لك اللي انا شفته. تمام. يعني وحسب الله ونعم الوكيل. يعني زي ما احنا شايفين معاكم متابعينا الاعزاء متابعي المصري 24، واقعة أليمة جدا محدش في الدنيا يتخيلها ان الام هي اللي تعمل في ضناها كده، والسبب لحد الان غير معروف. هل انتقاما من الاب بعد الانفصال وزي ما احنا شايفينه مسالم وحزين على اللي حصل لبنته، ولا هل ده كان بدافع شروع في قتل، ام يعني ايه الجرم اللي البنت عملته علشان تتعذب على اثاره التعذيب البشع ده؟ قلت لي انت واجهتها في اسم الشرطه. تمام. قلت لها ايه؟ ده هي اللي داخله تشتم. الام الام داخله تشتم كمان. مش ملها هنا اللي هو عملته ببنتها والتعوير في الحتت الحساسه وفي راسها طلع راسها ورمه كلها وكتمات في راسها وجايه تشتم. حتى امين الشرطه بيقول لها انت بتشتمي ليه؟ بتشتمي ليه؟ وقام واخدها وماشي. تشتموش خالص. هذا اللي حصل. بتروح تشوف بنتك بطريقه وديه بالتفاهم ما بينكم، جلسه عرفيه. الجمعه اللي فاتت انت شفت فيها اثار التعذيب دي. تمام. معلش هتكلمني تاني عن اثار التعذيب وايه اللي شفته في بنتك بالظبط؟ والله في دماغها كتمات في دماغها 3 خبطات في دماغها، ما اعرفش لو كانت بخشبه ولا بايه، 3 خبطات ورمين في دماغها وفي رجليها وفي ظهرها وفي شفتها وفي ودنها وفي وشها وفي حتت حساسه. اللي في الاجزاء الحساسه هل ضرب باداه؟ لا ده خشبه ولا ايه؟ ده بسكينه قطعن لها حته جلده بسكينه. يعني كانوا بيسخنوا السكينه ويحطوها على اجزاء من جسمها؟ لا ده قطعين حته جلده بسكينه. خبر حته لحمه كده قطعناها بسكينه. الام واللي هو يعتبر زوجها جوز زوجها
بعلم. انت واجهتها سألتها قلت لها عملت كده في بنتك ليه؟ انا لما سالتها بقول لها انت ايه اللي انت عملت البت دوت، لو شفتك هاكلك بسناني. قالت لو مريحتش هاجيلك انا وهو ونضربك وناخد منك البت تاني. انا ما استنيتش بقى، خدت الابله هاجر وطلعت على المركز على طول. ادي اللي حصل. كتبت محضر، حررت محضر فيهم. تمام. طب كلمني عن رد فعل اسم الشرطة بعد ما بلغتهم باللي حصل وشافوا بنتك بالوضع ده. ده هم بالصلاة على النبي خدوا بعضهم وقاموا نازلين على طول، في خلال ساعة كانوا موجودين في قلب المركز. قبضوا عليهم وجابوهم، جابوهم هما الاتنين واعترفوا. اعترفوا بارتكابهم او بالتعذيب، قيامهم بالتعذيب حق اعترفوا. الطفلة. بنتك اعترفوا. عندها كام سنة؟ بنت عندها 3 سنين، 3 سنين وحاجة طب ان شاء قالوا الله. هم عملوا فيها كده ليه؟ اما سألوا محمد قال عشان كانت بتخلع البنطلون وبتطلع في الشارع، وشوية يقول لك ايه كانت بتمسك في العيال في الشارع وبتضربهم. عيلة 3 سنين ثلاث بتمسك سنين في الأطفال في الشارع ثلاث وتضربهم، سنين هل ده مبرر؟ حتى أصلا لو صدقنا إن هي عملت كده. حسب الله ونعم الوكيل فيهم. سألت محمد ده قلت له عملت في بنتي كده ليه؟ ولا سألت ولا عدت، انا قلت سيبه بقى القانون، القانون ياخد مجراه، هتعلي صوتك معلش شوية. القانون ياخد مجراه. لجأت للمحامية وقلت لها أنا عاوز أحرر محضر تمام. في اللي عمله كده في بنتي. اصلا ده الطفلة لسه ما تعرفش اي حاجة. قلت لي طليقتك في قلب اسم الشرطة ساعة ما شافتك عملت لك ازاي؟ فضلت تشتم شتمتني. قلت لي شاورت لي بايديها كده على رقبتك قالت والله لك لما هتذبحك. مورياك، وشوية واحنا بنتعرض على النيابة قالت والله لا مخليه يذبحك. هل هي انسانة طبيعية في عقلها في وعيها؟ يعني هي لا لا، كانت معاك، هي لو طبيعية هتعمل كده ببنتها؟ هي يعني هي في حياتها معاك او خلال عشرتها كانت طبيعية ولا كان عندها مشاكل نفسية ولا كانت بتتعالج ولا عادية طبيعية زي اي ولا ست؟ والله انا ما شفت منها يوم حلو. ما علينا من المعاملة، يعني هي كانت عادية عاقلة بعقلها. هي عاجلة بس بقى كانت بتمشي بمزاجها وبتخرج بمزاجها وبتطلع لذلك بمزاجها. تم الانفصال ما بينكم تمام. في هدوء. انت قلت ما حبيتش ألجأ للمحاكم وقعدنا قعدة اهالي كده قعدت اهلها ده هي كارهه، خلاص كل واحد يروح لحاله. وانفصلتوا قلت عشان ولادي. تمام، عشان خاطر بنتي. عشان خاطر بنتك بتشوفها كل اسبوع يعني في البيت. كل دوت اتفاق قدام عم الشيخ صالح وحسن المأذون، دوت اتفاق، وعامل لها شهريه برضه كل شهر اديها لها، وكل يوم جمعه خد بنتي، ولو قعدت يوم في نص الاسبوع ولا حاجه خدها عشان تاخد عليا باكتر بالاكتر. قد اللي طيب حصل. خلال ما كنتوا عايشين مع بعض لمدة كام سنة؟ تجوزتوا فضلتوا متجوزين كام سنة؟ فضلنا متجوزين حوالي 3 سنين ونص. كانت بتضرب البنت وتعذبها؟ لا خالص. خالص ما كانتش بتضربها، حتى ما كانت بقول لها ما تضربهاش. يعني زي بس أي أم حتى لو ضرب بقى حاجة انما هي بسيطة. اما راحت مع البني ادم دوت، مع الشخص دوت، اول مرة اشوف بنت بالطريقة دي، وربنا ما عاد يكتبها عليها يا رب. يعني مين اللي عذب البنت بالظبط؟ الأم ولا الشخص التاني اللي كان معاها؟ هو التاني لو قال لها ارمي نفسك في البحر هترمي نفسها، يعني اعتبر هما الاتنين. يعني الاتنين. يعتبر هما الاتنين. طلباتك ايه او بتطالب بايه دلوقتي؟ انا مش عايز الا حق بنتي، حق الطفله دلوقتي يجي. الطفله دلوقتي ملهاش ذنب. انت بتقول انا وقت ما شفت بنتي انا اتصدمت وجالي انهيار. طفلة عندها 3 سنين تعمل فيها كده؟ كنت بتشوفها في الشارع ده لو ولا راجل كنت النفر هيقعد عليه برضه، ده لو راجل النفر هيقعد عليه لو هو بيتعمل فيه كده، انما طفلة 3 سنين تعمل فيها كده. انت متأثر وباين على حالتك النفسية ان انت اذيت من اللي شفته في بنتك. بس حرام حرام يعني ما يعملوا في طفلة عندها 3 سنين يعملوا فيها كده. حاسس ان هي عملت في بنتها كده بدافع الانتقام منك ولا كانت عايزه تقتلها ولا ايه؟ والله ما انا اقدرش اقول لك حاجه اكتر من كده، هم حسب الله ونعم الوكيل فيهم. ما اعرفش بقى هم عملوا في البت عشان كده يبعدوها عني، تكرهها تبعت البت عنها، ما اعرفش، ما اقدرش ان انا طب هل هي في المده دي عرضت عليك وقالت لك تعالى خد البنت انا مش عايزاها؟
قبل تعذيب البنت قالت لك لا كده؟ لا لا ما حصلش. يعني هي عايزة البنت. أم البنت زي ما يكون بعد ما ضربوها قالوا نوديها لأبوها. لا انا بسألك في البداية لما انفصلتوا وقعدتوا جلسة او قعدتوا قعدة عرفية زي ما احنا بنقول قالت جلسة أنا عرفية، مش هتجوز، قالت أنا مش طب هتجوز والبنت وهرب. قالت لك خدها ولا انا لا اخد بنتك؟ قالت أنا مش هتجوز وهرب بنتي. طيب يعني هي اللي اختارت تاخد البنت. واتفقنا كده في قلب القعدة، قالت أنا مش هتجوز وهرب بنتي. قلت لها خلاص ماشي. تمام. هنيجي طبعا للاستاذه هاجر. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اتعرفينا بحضرتك. هاجر عزيزه المحاميه طنبول. عاوزين نعرف بالظبط ايه اللي حصل. اللي حصل ان يوم الجمعه جالي تليفون من عبديع بان بنته مضروبه وفي جسمها كدمات وحروق. قلت له هات البنت وتعالي لي، ولما جابها لقيت الكدمات والحروق ظهر على جسم البنت وكان منظر طبعا ما يرضيش حد. اخدتها وطلعنا على المركز على طول، ومجرد ما دخلنا المركز وعرضنا الموضوع على رئيس المباحث اتحرك فورا ونزلوا جابوا المتهمين اللي هو الام وزوجها وحررنا وقع محضر بالواقعة وتعرضوا تاني يوم على وكيل النيابة وتجدد لهم 4 ايام في 15 يوم، ودلوقتي هم محبوسين 15 يوم على زمام التحقيق. الواقعة تم اكتشافها يوم الجمعة الماضي، يوم الجمعة تقريبا اللي من فات. 7 ايام. الاثار التعذيب والحروق اللي كانت في جسم البنت حديثة ولا قديمة؟ في حاجات بعض حاجات قديمة في ظهرها زي لسعات قديمة، حتى أنا لما سألتها الحاجات دي معمولة بإيه قالت لي بالولاعة، لكن في حاجات طبعا ظاهرة لسه كأنها معمولة امبارح أو معمولة في نفس اليوم. خليني أسأل أب وأرجع لحضرتك. بتقول إن في آثار كانت قديمة. تمام. أنت كنت بتشوف البنت كل أسبوع. تمام. هل كنت بتسألها أو كانت البنت بتحكي لك عن ضرب والدتها ليها؟ لا. أنت ما فكرتش مرة إن تشوف جسم بنتك إيه اللي فيه؟ لا بصراحة لا، هي المرة دي ما لقيت وشها متعور، الوش اللي أظهر بقى. وشها وضرب بنتي، مش بنتي، متغيرة ووشها مصفوط. مين اللي عمل فيك كده يا مكة؟ قالت محمد. لكن خلال ما كنت بتشوفها قبل كده ما كنتش بتقول لها مثلا بتاكلي، بتطمن عليها زي ايه، بتقول لها بتشربي، حد بيضايقك؟ كنت بسألها، تقول لي صفاء صفاء بتضربني يا بابا. اللي هي مامتها. ضربتك فين يا مكة؟ على ايدي مثلا. انما بعد ما راحت مع الشخص دوت وجت، يعني انا اول مرة اشوف الضرب الفظيعة ديت وبالطريقة ديت، ضرب كده ملسوعة في رجليها ومرسوحة في دماغها وورم في دماغها وفي وشها وفي حتت حساسة. اول مرة اشوف كده يعني بصراحة طفل. حتى لو البنت اخطأت، مع ان 3 سنين صعبة اوي ان هي ترتكب جرم ده، لو عملت جرم ما تستحقش اللي ايه حصل الجرم اللي فيها ده. هتعمله 3 سنين؟ ده انا بقول حتى لو اصلا فيش طفله 3 سنين تعمل حاجه، ما تتضربش اصلا، هي لسه مش فعلا عارفه الصح من الغلط. فايه اللي يوصل ام وشخص اخر معاه يلسعوا بالنار يقوا بالنار؟ ده اللي احنا كنا عايزين نعرفه، يعني انتوا ليه كنتوا بتضربوها؟ يعني ايه سبب التعذيب اللي انتوا كنتوا بتعملوه فيها؟ لما سالوا قدام في المركز قدام رئيس المباحث قالوا احنا كنا بنعمل كده عشان كنا بنأدبها، اسكات بتطلع الشارع تعمل مشاكل. طفلة؟ لما سألوا قدام وكيل النيابة تاني يوم قالوا اصل انا ضربتها مرة واحدة عشان طلعت بره من الشارع من غير بنطلون. كلام حتى في تناقض في الاقوال وفي طبعا اختلاف. هما خلاص بقوا مدركين الوضع، هما خلاص اتعرضوا على النيابة، فهموا الدنيا، فهموا هما داخلين على ايه. لكن في الاول كانوا لسه داخلين المركز كده ما كانوش لسه مدركين، كانوا بيقولوا الصراحة، كانوا بيعترفوا. يعني مش عارفة اقول ايه في الواقع الصعبة دي. مش هنقول اي حاجة غير انه يا رب ربنا يجيب لها حقها بس وفي اسرع وقت. ونحمد ربنا ان الاب اكتشف الواقعة دي. طبعا اكتشفها بدري، يعني يعتبر اكتشفها البنت بعد عشر اتعذبت. ايام يعني الله اعلم لو كانت قعدت اكتر من كده كان هيجرى لها ايه. صح. هو دلوقتي اي اب كان مكانه ممكن ينفعل، ممكن يصور يقول هاخد حقي بايدي هعمل، لكن شايفين هو ان فعلا هو فعلا اي اب مكانه هو نفسه كان منفعل جدا. قلت له لا ما فيش اي حاجه، احنا هناخد البنت ونطلع على المركز وان شاء الله حقها هيجي ويتحركوا بسرعه. وفعلا اللي توقعته رحت المركز لقيته اسرع محضر اتعمل واسرع اجراءات في القبض على المتهمين. البنت وقت تواجدها في النيابة العامة وفي قسم الشرطة وقت توجيه السؤال إليها مين اللي عمل فيك كده كان ردها إيه؟ كانت بتذكر كل حاجة بالأسامي، كل حاجة كانت بتذكرها بالأسامي، لدرجة إن هي كانت بتقول اضربوه، اللي عمل فيها كذا اضربه يا عمو.
بنت وكأنها بتستغيث او نفسها حد ياخد البنت حقها. ما شاء الله عليها نبيهة نبيهة وذكية وفاكرة وفاكرة كل حاجة بالتفصيل، تسأليها تجاوبك كل حاجة، تحكي لك كل حاجة الواقعة كاملة. لحد الان برضو معلش انا عارفه ان مش موجود سبب ولا مبرر، بس لسان حالنا او عقلنا عمال بيسال ايه السبب؟ هل مثلا شروع فقد؟ هل مثلا كانوا الله بيعذبوها اعلم شروف. انتقاما من الاب بعد الانفصال، مع ان هي اللي انفصلت بمزاجها الام، يعني مش هو اللي هي طلقها لا ورماها. لا لا، هي منفصله بمزاجها وفي قاعده عرفيه دي، لو واحده عايزه مشاكل كانت عملت راحت لجأت للمحاكم عشان تتطلق. وهي اللي اختارت ان هي تاخد البنت. دي كانت يعني لدرجه ان كانت متمسكه بالبنت لدرجه ان هي كانت بتقول له امديلي على تعهد ان انت مش هتاخدها مني لو اتجوزت. ايه ده؟ امال ايه اللي حصل؟ ايه التغيير ده؟ الله اعلم الله اعلم، لكن كأم كانت متمسكه ببنتها وقت الطلاق. بنو طالب بايه دلوقتي؟ انا مطالبش غير بحق البنت بس بسرعه الحكم على المتهمين عشان حقها يرجع احنا شايفين في اجراءات سريعه ان جدا شاء الله بدليل جدا. تجديد 15 يوم من بعد 4، باذن وعارفين الله، وان شاء الله حقها يجي باسرع وقت، وان شاء الله الرجال المباحث مش مقصرين ولا اي حد في مركز الشرطه ان شاء الله واثقين في رجوع حقها. ان شاء مكة الله. 3 سنوات، طفلة يعتبر للأسف الشديد يتمت من والدتها، يعني حتى كان ممكن لو والدتها توفت كان الناس هيقولوا يتيمة ويحسنوا المعاملة إليها، لكن إن البنت أعتقد ده لن يمحى من ذاكرتها مهما بلغت من العمر أرزق، إن احنا أمها بندعي ان هي تنساه وتبدأ تعيش حياتها، يعني الحمد لله ان هي في السن ده تقدر تنسى اللي حصل لها، ما كانتش اكبر من كده، عمره ما كان هيتمحي من ذاكرتها خالص. طيب الأم اللي كانت بتضرب ولا الشخص الآخر أو اللي هو والله بتقول عليه مكة زوجها؟ بتقول زوجها اللي ضرب، بتذكره بالاسم. والأم كانت بتبقى واقفة في وجودها ولا ما كانتش بتبقى موجودة؟ لا هي البنت ما لما جيتي سألتيها ماما كانت موجودة ولا لا، من ضمن الكلام كانت بتقول ماما ضربتني. كمان بتقول ماما ضربتني، ضربتك فين يا مكة؟ كانت بتضربني على وشي. يعني بتساعد في التعذيب. الله اعلم، لكن احنا بناخد اللي على لسان مكة، احنا الله محدش فينا المستعان كان حاضر ولا موجود، كل الاقوال متاخدة من على لسان الطفل. الله المستعان. طفلة 3 سنوات ان شاء بتتعرض لأبشع أنواع الظلم وتعنيف صعب جدا بطريقة صعبة تعدي الجسدي عليها، والحمد لله ان هو تعدي جسدي فقط، تم التعدي عليها وتم تحرير محضر من قبل الاب طبعا والاستاذه هاجر المحاميه في اسم شرطه السنبلاوين، وبسرعه تم القاء القبض على المتهم الاول والام اللي هي المتهمه الثانيه، وتم عرضهم على النيابه، وخلال التحقيقات معاهم اعترفوا هما الاثنين بارتكابهم للواقعه. طبعا كان في اختلاف في الاقوال، لكن المهم لدينا ان هما اعترفوا بارتكابهم للواقعه. تم طبعا حبسهم 4 ايام على ذمه التحقيقات ثم تجديد 15 يوم. وطبعا الاب هنا بيقول بطالب باقصى سرعه حق بنتي يرجع، كمان هم هددوني وقالت لي حق هنطلع وهددتك بزوجها ان هو هيضربك ويتعدى عليك. انت قلقان على نفسك ولا على بنتك ولا الاثنين؟ على بنتك. على بنتك، مش همك اللي يحصل فيه. لا انا استحمل، انما عيالة طفله شكلات ما تستحملش. ان شاء الله ما فيش اي حاجه، واثقين في قضائنا ان هم هياخدوا عقابهم الرادع علشان يكون عبره او يكونوا عبره لاي حد يعتقد للحظه ان الولاد ولادك وتعمل فيهم اللي انت عايزه، ان الام دول ولادي عايشهم اوتهم اضربهم اعذبهم دول ولادي. لا، في قانون بيحمي الاطفال من التعذيب حتى اقرب الناس اليهم مهما البنت عملت، حتى افتراضا ان هي عملت حاجه، مع ان الطفله 3 سنوات ايه اللي تعمل مشاكل في الشارع، ان كان المفروض يتم طبعا توجيهها ونتعامل معاها بارقى من كده واحسن من كده زي ما امرنا سيدنا المصطفى عليه الصلاه والسلام، لكن ان الام وزوجها يعذبوا البنت بعد انفصال الام والاب حاجه صعبه جدا. ربنا يعافينا ويحفظ أبنائنا جميعا. بشكركم جدا متابعينا الأعزاء.